مولانا واصل يا باشمهندس. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا. اتفضل يا صاحبي. من هنا يا فندم. اتفضل استريح. خير؟ حصل ايه؟ اتسرق مني 4000 جنيه يا مولانا، كنت شايلهم هنا في بيتي. عايز سعادتك تعرف لي مين في الثلاث نسوان دول اللي لطشهم؟ الكلام ده صحيح يا هوانم؟ حسن، حسبي الله، ده راجل مفتري. مش يمكن يكون حد غيرهم يا باشمهندس؟ محدش غيرهم يا مولانا. كله عيبان بامر الرحمن. تسمح لي بسكينه؟ سكينه؟ تكون حاميه لو سمحت. اتفضل يا مولانا. لو سمحتم يا هوانم، كل واحدة منكم هتلحس سلاح السكينة دي بلسانها كده اهو، ويكون في علمكم ان سكينة البيان هتقطع لسان اللي سرق وخان. الحاسي سلاح السكينة يا عزيزة، خلي ربنا يقطع لسانك وارتاح منك كده. طب هات السكينة يا مفتري. براءة من الله. أبدا، سكينة إيه دي اللي الحاسة؟ مش ممكن الحاسة. خايفة من إيه يا وجيدة؟ يبقى أنت اللي سرقت الفلوس يا حرامية. أيوة أنا اللي خدتهم، ومش هبطول منهم ولا ملي. ظهر الحق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الأوضة دلوقتي بقت في البرد وبالأكل ومجانا. الله يخرب عقلك، ده أنت طلعت بلوى. ربنا ما بينساش حد. ولسه لسه ايه؟ لسه اللعبة يا حلو. ازاي؟ اذا لم اكن زباخ فلا بد ان اكون زباخة. اف الله يقرفك. ومقام سيدي الكتانوني لألعب بالبيضة والحجر. هتدجل؟ ومين ما بيدجلش؟ بس الدجل الزباخي له ناس. الدجل هو اللعب الذكي بآمال ورغبات الناس. بس ليه اصول انت ما تعرفهاش؟ اللي عرفني بأسس الميتافيزيقيا وقواعد المنطق الرياضي واساليب البحث عن الحقيقة قادر يعرفني بأساليب الدجل وفن الشعوذة. شعوذة؟ أي الشعبذة كما قال ابن خلدون في المقدمة يا جاهل. مالك يا حبيبي؟ في إيه؟ أنت اتجننت؟ ويل للعالم إذا انحرف المتعلمون وتبهيظ المثقفون. إيه التربندوخ التربندوخ، كنا شباب وبقينا شيوخ. الترابندوخ الترابندوخ، كنا شباب وبقينا شيوخ. روح يا شخشوخ وتعاشى مروخ، روح يا شخشوخ وتعاشى مروخ. نططنا 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 من بنها وطوخ. الترابندوخ الترابندوخ، كنا شباب وبقينا شيوخ. اطلع بصاروخ وانزل بصاروخ، اطلع بصاروخ وانزل بصاروخ، بالعهد اللي على ايدك منسوخ. احرق شخشوخ اولد تختوخ، احرق شخشوخ اولد تختوخ. بشبابه 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 القوة تدوخ. ايه التربندوخ التربندوخ، كنا شباب وبقينا شيوخ. طمني ما تقلقيش، الشيخ طارق ده سيده باتع وهيفكوا. إلهي وهو بيفكوا يفرتكوا. عيب يا بيت، في واحدة تقول كده على جوزها؟ ياما هو ده جوز برضه. أمال مين اللي كان حيرضى بيكي وبعيالك ويصرف عليكي؟ ده ضل راجل ولا ضل حيطة؟ ياما ده مش راجل. قلنا لك مراته وولاده رابطاه، وادي احنا بنفكوا. بلاش تفاصة بقى وخلي عندك حياة. يا ليلة سودة، الراجل بينه بيش. يا حمار،
ده مالك من 30 سنة؟ مش تقول لي مربوط؟ طب والعمل؟ طمنه لما هينام هيقوم. يقوم هنا مولانا؟ الراجل بقى جثة. خلاص يا حيوان انت، هو مش فاهمكم. لا بقول لك ايه، عم زباخ عمره ما قتل حد، انت هتودينا بداية. قلت لك ما تخافش، لازم يربط كده بعد التليين. تليين؟ مش دلكنا مفاصله ومتخشمه وجرينا الدم في عروق المتيبسه اللي جفت من العجز؟ كان عجوز لكن عايش. بعد ما هيرتاح هيقوم زي الحصان. ما هو مرتاح، مرتاح راح ابديا يا مولانا. اخرس يا غبي، انت تعلمني شغل يا حيوان، نزل ايدك. وعرفت اسمكم؟ طبعا، وصابعه ابتدت تتحرك، وسمعت انه عاوز يتجوز واحده ثالثه بعد ما ارتاح على العلاج. عرفت ازاي؟ كوبايه لبن بتعزم عليها بكلمتين هجس على صفار بيضه من فرخه سودا متبخره. فرخه سودا؟ اي هجس، المهم ان انا غذيته ونشطت له جتته. سبحان الذي يحيي العظام يا رميم، احنا مجرد اسباب يا ابني. بركاتك يا مولانا. نفسه خلقت مطيعه للاوام. بس انا خايف عليك. من ايه؟ مش كل مره تسلم الجره، افرض جيت تنشط واحد قلبه وقف في ايدك ومات. محدش بيموت ناقص عمر. وتضمن منين تنجح كل مره؟ النجاح مضمون. ازاي بقى؟ اقول لك. قول. شوف يا سيدي، خوف الناس من المستقبل بيسبب لهم قلق، والقلق بيخلق الاستعداد لتقبل الايحاء، وفي ظل الايحاء الناس بتصدق اي حاجه. افتكر اكتر ده ممكن يسمع بودانه ويشوف بعينيه حاجات ملهاش اي وجود. يا سلام. امال الناس متعلقه بالتخاريف من قديم الازل ليه؟ ليه غاويين يصدقوها ويتلذذوا بسيرتها ويتفرجوا عليها في الروايات والافلام ليه يعني؟ ليه؟ عشان يسيطروا بيها على القلق والخوف من بكره اللي بيعشش جواهم وبيطاردهم. تعال. صح، كلنا قلقانين من بكره وخايفين. اه والله. والله ما انا فاهم حاجه. عشان كده بقى كله بيهجص. الاقيش عندك طرطور زياده من بتوع زباخ. ليه؟ ما هجص يا خش على بابا تسطى او كده افتح حكالون. يا عائدين العقد فكوا عقود بختها. باسم حلال الحلول فكوا خلاخيل حظها. يا عائدين العقد فكوا عقود بختها. باسم حلال الحلول فكوا خلاخيل حظها. يا عائدين العقد فكوا عقود بختها. باسم حلال الحلول فكوا خلاخيل حظها. يا عائدين العقد فكوا عقود بختها. باسم حلال الحلول فكوا خلاخيل حظها.